فراغات راح اظل استنسخ وما تعال لك هذا السيد خذ هذا السيد حجي نبرد بس مرتاحين تبقى النجف سلمية باشر نرجع من تصريح تبقى النجف سلمية باشر تذكرنا الأجيال تبقى النجف سلمية عندك كالشبان أبطال هاي الشبان تبقى النجف سلمية ما بيهم دين تبقى النجف سلمية ما بيهم دين الإيران تبقى النجف سلمية بعد مرور عام من انطلاق ثورة تشرين اليوم متظاهرين النجف ومعتصميها يجددون ويوحدون صفوفهم من طلبة الجامعات وناشطين وعامة الناس وعشائر وأساتذة أكاديميين يحاولون يجددون مطالبهم للحكومة اللي هي كانت من العام السابق انتخابات حرة نزيهة مبكرة إقالة الحكومة قانون مفوضية جديد قانون انتخابات جديد بعد مرور عام انضاف لها مطلب جديد اللي هو محاسبة قتلة المتظاهرين اللي
الحكومة صار لها تقريبا فوق 4 أشهر ما عرفت تكشف عن جهة واحدة حاولت إنه تكتم الأفواه. فاليوم بعض المتظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة الجديدة، فهذا خلل أساسي ومشكلة أساسية، فإحنا نطالب بها إنه هي محاسبة قتلة المتظاهرين. سبب الأزمة الصحية اللي نمر بها، هناك بعض الإرشادات الصحية حول ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي بالنسبة للجانب الصحي. بالنسبة للجانب الوطني الثوري، هناك عدة نقاط اتفق عليها معتصمين ساحة تظاهرات النجف، منها انه عدم قطع الطرق، عدم اغلاق الدوائر، وعدم حرق الاطارات. اليوم الذكرى السنوية الاولى لثورة انطلاق ثورة تشرين، وهي بمعنى العراق الجديد، العراق الخالي ان شاء الله من الاحزاب، العراق الذي سوف ينهض بالكفاءات، العراق الذي سوف يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. اليوم الطلاب يلعبون الدور المهم في ساحات اعتصامات النجف. اليوم الطلاب هم النبض الساحة. طبعا ثورة تشرين تعني لنا العراق الجديد، تعني لنا الانطلاقة الجديدة، تعني لنا إخلاء العراق من الأحزاب الفاسدة. طبعا نطالب من الحكومة بتقديم قتل المتظاهرين من خلال المحاكم وتقديمهم إلى العدالة وأخذ جزائهم العادل أمام أنظار الشعب. طبعا إحنا عندنا رسالة واحدة وهي محاسبة قتل المتظاهرين، التسريع بقر قانون انتخابات، وبالإضافة بأنه يكون عراق خالي من الأحزاب. بالنسبة لليوم هي تجديد البيعة، لأن المطالب ما تحققت من عدا 1%، نريد نقول ما تحقق نهائيا المطالب، كل شيء ما تحقق من عدها. اليوم من طلعوا العراقيين لتجديد البيعة من أجل شنو؟ من أجل حقوق العراقيين. أولا احنا نوجه رسالتنا لأعلى سلطة تنفيذية بالبلد، هو اللي يرسم التخطيط مال البلد، من اسمه أعلى سلطة تنفيذية بالبلد. مصطفى الكاظمي كان يشتغل رئيس المخابرات، يعني يعرف من القاتل ومن السارق، كلهم يعرفهم. اليوم العراقيين يشردون، يردون عدالة ومساواة، يردون قانون، يردون محكمة مختصة، مو شغلة اللجنة ما تفيد، محكمة مختصة. اللي قتل المتظاهرين يتحاكم، اللي قتل الشعب العراقي مسبقا سواء بالتفقيق سواء بالتهجير هم يتحاسب، اللي سيق المال العام هم يتحاسب. اذا مو محكمة مختصة هذا الحكي كله ما يفيد، لازم يقعد برهم صالح والقضاء العراقي قاعدون ورئيس الوزراء ويشكلون محكمة مختصة. العراقيين مو قليلين، العراقيين ناس أضحوا من أجل البلد. ثورة تشرين نريد وطن، طالعين نطالب بحقنا وحق الشهداء وحق الناس اللي ما يقدرون يطلعون. موجودة هنا أطالب بحق الناس اللي استشهدوا واللي ما يقدرون يطلعون، وبحقي وبحق كل الناس. من أسافر أشوف الدول بالخارج عايشين حياتهم العادية، ومن نرجع لهنا حتى أقل شيء الكهرباء والماء ما توصل للناس. كوما ناس ماتوا وكوما ناس استشهدوا، وكل شيء اللي راح يسووه ما راح تكفي، كل شيء الدم راح تروح بخالي بلاش. واحنا اليوم كل سنه راح نجي ونطلع مسيره على مود الشهداء، كل سنه وكل يوم. ثوره تشرين تعني لكل الشباب، طبعا هي امتداد لثوره الحسين عليه السلام، وشعار الشباب هو نفس شعار الامام الحسين عندما خرج: اني لم اخرج اشرا ولا بطرا، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي. وهذه الشباب اكيد شافت الفساد اللي شعب المجتمع بسبب الاحزاب، وخرجت لإطاحة بهذه الأحزاب وبالفساد اللي شاع بالمجتمع من قبل الأحزاب حتى تنهي هذا الفساد والإصلاح بالمجتمع. أكيد مخطط الشباب بشكل عام، طبعاً وإحنا كممثلين ساحة المخطط بإطاحة الأحزاب بشكل عام،
كل الأحزاب طبعاً، وأطاحت أصنامهم اللي هم سلطة العراق الآن في الوقت الحاضر، لأن هم رمز للفساد في المجتمع اللي الآن هم. فلذلك إحنا نركز بأنه عندنا عدة مطالب، يمكن إذا السؤال المطالب بأنه ضم العراق للمحكمة الجنائية الدولية والتحقيق العادل من قتلة المتظاهرين، بأن يكون تحقيق دولي لقتلة المتظاهرين إن شاء الله، من ضمن المطالب الأساسية طبعاً. اللي مخلينا مثبتين بالثورة رغم كل يعني اللي صار علينا من ضغوطات، هو متمسكين بالثورة، هو دماء الشهداء، لأنه عاهدناهم بأنه استكمال الثورة وما ننهي الثورة إلا أن نحصل المعطيات اللي هم كانوا طالعين لأجلها وأهدافهم، وإن شاء الله نحصل بأنه قتلت المتظاهرين في قفص الاتهام وإبرازهم. إحنا نتمنى أولاً من عوائل الشهداء الانضمام معنا في الخط الأول من التظاهرات، لأن هم من يصيرون بنصنا مصدر قوة، وإحنا نكون سند لهم للمطالبة بحقوقهم وحقوق الشهداء اللي سالت دماءهم من أجل تحرير هذا البلد الجريح من حكامه وسراقه. صار اجتماع مؤخراً من جميع المحافظات، وصار الاتفاق على المطالب الأساسية، وكل المناشر اللي صارت كان منشورنا في البداية يعلم الجميع بأنه نريد وطني. هسا لا، الوطن يريدك أو الوطن محتاجك يا العراقي. نخاطب حتى العراقي اللي لحد الآن بعد قاعد بالبيت ولم ينصر الثورة. الثورة ترى الشباب طالعين لأجلك، لأجل أطفالك، لأجل أن تكون في حياة كريمة، لأجل أن تكون حر خارج العبودية، لأجل أن تستملك كل حقوقك اللي انسلبت من قبل الأحزاب. لذلك صار الشعار الموحد من كل العراق: الوطن يريدك والوطن محتاجك يا العراقي يا الحر يا اللي ما منتمي لأي حزب. طبعاً نخاطب اللي ما منتمي للأحزاب، اللي ما عندهم أي عبودية، اللي ما عندهم بمصلحة دارج الشباب بأنه ما عنده تاج راس. لذلك هم ذولا اللي نخاطبهم، وإن شاء الله نستقطبهم قدر الإمكان للثورة، لأن هم يكونوا مقوماتنا لنصر الثورة. نقولهم هاي الشباب ما تمل ولا راح تمل، وإن شاء الله الإطاحة بأصنامكم على إيد هاي الشباب، وإن شاء الله نسترد منكم كل الحقوق اللي انسلبت، ونقسم بدم الشهداء إن شاء الله. الذل اللي عيشتوا العراقيين بي راح تعيشون انت بي ان شاء الله. ثورة تشرين المجيدة، ثورة تشرين الخالدة، الرحمة والخلود لشهدائها. 700 شهيد، اكثر من 25 الف جريح، اكثر من 5000 معاق، ومئات المغيبين. ثورة تشرين المجيدة خرجت جراء فشل احزاب السلطة الحاكمة في العراق، وجراء سوء ادارتها، وجراء الفساد المستشري، جراء سطوة حكمهم على مفاصل الدولة. وكذلك خرجت ثورة تشرين جراء الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع العراقي والتغانم والتحاصص بين أحزاب السلطة الحاكمة. حقيقة للحظة لن ولم يتحقق أي شيء. الأسباب التي دعت الجماهير للخروج في 1/10/2019 هي للحظة قائمة. للحظة لا يوجد أي قانون انتخابات عادل ومنصف. للحظة لا يوجد لا توجد مفوضية مستقلة للانتخابات. للحظة معضلة المحكمة الاتحادية لم تحل. للحظة الكشف عن قتلة المتظاهرين لم يتحقق. الجهات التي تقف وراء قتلة المتظاهرين لم يتم تقديمهم إلى الرأي العام وإلى المحاكم. حقيقة حكومة الكاظمي فشلت في الكشف عن قتلة المتظاهرين. حكومة الكاظمي تواطأت مع أحزاب السلطة، والدليل الآن قانون الانتخابات المقر الذي هو لا يمثل حاجات وطموح المتظاهرين وساحات الاحتجاج التي من أجلها خرجوا لتغيير هذا القانون المجحف. اليوم قانون الدوائر المتوسطة الذي أقر يكرس عودة أحزاب السلطة والطغمة الحاكمة مرة أخرى إلى السلطة. الثورات الشعبية هي عادة ثورات عفوية،
لم يمارس المنتفضون أي أعمال ضد مصالح أبناء الشعب، بل هم خرجوا تلبية لمصالح أبناء شعبهم. لا تراجع ولن نتراجع حتى تحقيق المطالب جميعها: قانون انتخابات عادل ومنصف، الكشف عن قتلة المتظاهرين، إقرار أو تفعيل قانون الأحزاب الذي يضمن عدم ترشيح من يمتلك فصائل مسلحة ووصوله إلى دكة الحكم مرة أخرى. رسالة إلى إخوة المتظاهرين: يجب إعادة زخم الساحات، لا يمكن أن نعول إلا على الضغط الجماهيري وعلى أبناء شعبنا في إجراء التغيير الحقيقي. لن نتراجع حتى نحقق ما خرجوا أبناءكم من أجله، ولن نتراجع حتى نكشف قتلة المتظاهرين الذين قتلوا أبناءكم. ثورة تشرين معناها وطن، واستمرارها إن شاء الله مستمرين بها لتحقيق كافة مطالبنا. اليوم متواجدين لاستذكار ثورة تشرين العظيمة واستذكار شهدائنا الأبطال. سوف نستمر بمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وعندنا مطالب حاليا كضم العراق للجنة الاتحادية المحكمة الجنائية لمحاكمة قتلة المتظاهرين. احنا بالنسبة بالساحات سوف نستمر بمطالبة حسبة قتلة المتظاهرين، وأخواننا وأهلنا مستمرين معهم. يجب عليكم تنفيذ مطالب المتظاهرين بإقرار الدستور، انتخابات عادلة نزيهة، واستمرار المطالب لحين تحقيق المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الثورة هي أمل الشعب العراقي، بعد أنه الشعب أصيب بإحباط كبير بأنه ليست هناك فرصة للتغيير، ولكن هذه الانطلاقة وهذه الثورة وهذا التجمع الكبير، التجمع الشعبي الشبابي العراقي، بعث الأمل من جديد بأن هنالك بادرة للتغيير. فهذه إن شاء الله التجمعات وهذه الحركة وهذه الثورة الشبابية هي أمل الشعب للتغيير، وإن شاء الله الكل يعني سوف يستمر، وهذه الثورة سوف تستمر إلى أن يحصل التغيير المنشود. هذه رسالة إلى كل الأحزاب الحاكمة الآن في السلطة بأنه الثورة لن تنطفئ، وأنه إرادة الشعب سوف تبقى باقية إن شاء الله، وهي المحرك الرئيسي لمجرى الأحداث القادمة. صحيح أنه عملية التسويف أصبحت مستمرة والأحزاب لربما تلعب على ورقة الزمن، ولكن الشباب مصرون على التغيير، وهذا الحضور اليوم هو إصرار أنه ما قادم أو ما سيكون قادم إن شاء الله هو سوف يكون مشروع حقيقي للتغيير. هي طبعا من ضمن عمليات التسويف اللي اعتمدتها دائما السلطة الحاكمة بأنه تسوف كل الأمور، ومن ضمن هذه المسألة هي دماء الشهداء التي سقطت، هذه الدماء الزاكية من أجل أن يصبح العراق حر، عراق من أجل العراقيين. ولكن
ثوار تشرين لن ينسوا هذه المسألة وسوف يبقون يطالبون بدماء الشهداء. لن يطول الزمن إن شاء الله، والتغيير هو قادم مهما طال الزمن، وأن الحساب سوف يكون حساب عسير، وبالقانون طبعا سوف نحاسب الكل على دماء الشهداء التي سقطت. حقيقة مسألة الثورة هي مسألة يعني شعور وطني عند الكل. الثورة ليست تختص بالمعتصمين والمتظاهرين، هي الثورة ثورة شعبية، وفي لحظة سوف ينفجر الوضع للتغيير. لا تسوفوا أكثر، لا تسوفوا أكثر، لا تماطلوا أكثر. الشعب مصر على التغيير. أنتم بنيتوا إمبراطوريات من الفساد والمال السياسي والعلاقات المشبوهة. الشعب سوف لن يصبر عليكم كثيرا، ولكن بما أنه الثورة كانت ثورة سلمية لذلك لربما يطول الزمن من أجل التغيير، ولكن إلى ما لا نهاية. لا، هذا ما موجود إلى ما لا نهاية. أكيد هنالك وقت سوف يكون وقت حاسم للتغيير، فعليكم بمراجعة حقيقية لما أنتم فيه. نريد بلد حقيقي، عراق للعراقيين، عراق يعتمد المواطنة بشكل أساس، عراق بلا محاصصة، عراق بلا فساد بلا فاسدين، عراق يعتبر المواطنة العراقية هي الأساس لبناء الدولة، للفقراء للكادحين للناس البسيطة اللي تحب أن تعيش في وطن آمن وسلام للكل. ثورة تشرين هي ثورة شعبية، قلنا أنه ليست فقط للمتظاهرين ولا للمعتصمين، ولكن هذا الشباب اللي طلعوا حملوا على كاهلهم وعلى عاتقهم بأنه يحملون آمال الشعب. الشعب ينتظر من ثوار تشرين التغيير، لأن الشعب أصيب بإحباط وبيأس، ولكن ينتظر من هؤلاء الشباب، ينتظر من وقفتنا هذه بإحداث التغيير الحقيقي. الشعب مل من هذه الحياة البائسة اللي يقودها هؤلاء اللصوص. حقيقة عليكم أن تكونوا أكثر قوة وأكثر ثقة ببعضكم، عليكم أنه أن تبتعدوا عن مسألة التخوين. المتربصون بكم يريدون أنه يشقون صفوفكم يعني من أجل أن تنتهي هذه الثورة، من أجل أن يستعيدون ما أطماعهم وأحلامهم اللي استمرت فترة طويلة. عليكم أنه تحملون هذا العقيدة الحقيقية بالتغيير، العقيدة الوطنية، وتنظرون دائما للعراق في أعينكم وللشعب في أعينكم ولدماء الشهداء في أعينكم. بما أنه حياة العراقيين وحياة الشعب هي مهمة وبالدرجة الأساس في أن المتظاهرين هم أولاد هذا الشعب، اتخذوا قرار بتعليق التواجد داخل الساحات لأنه بسبب انتشار كورونا، ولكن هذا التعليق ما انتهت نشاطاتهم. تحولت هاي المجاميع الثائرة من الشباب إلى فرق، حقيقة فرق للسلامة وفرق للتعفير وفرق لمساعدة الناس. الشباب بدأوا بمجاميع كبيرة جدا يحملون قنان الغاز على أكتافهم، يصلوها إلى المرضى، يصلون المساعدات، يصلون السلات الغذائية. الشباب المتواجدين بالساحة ما تركوا الساحة، وإنما ذهبوا إلى الخيار الصحيح اللي هو خيار أنه أولادهم وشعبهم من أجل نصرتهم. ولكن الساحة طبعا بها تعفير، بها مفارز صحية، هذه المفارز حقيقة عملت ما عليها، والعودة إن شاء الله موجودة في الساحات. نحن شعب نريد وطن صالح، نريد وطن كريم. لماذا هذه حقوقنا تذهب هكذا إلى الظلام؟ لماذا نحن لا نستثمر بها؟ لماذا نفطنا لم نستثمر وهذه الشوارع هكذا؟ نحن لم نبقى هكذا. ثورتنا تدل على أنه ليس هنالك شيء يبقى على حاله، كل شيء يتغير. ثورة تشرين هي حركة احتجاجية تحولت إلى ثورة عارمة بكل محافظات العراق لتغيير الواقع اللي المزري اللي نعيشه. فثورة تشرين هي ثورة حياة، ثورة خلت الأجيال، إنه الثورة للأجيال القادمة، ثورة راح تغير الواقعنا الحالي، ثورة راح تخلي الناس تنطق، ثورة غيرت الكثير بالمجتمع العراقي. اليوم شفنا المجتمع العراقي بكافة أطيافه بكافة فئاته على أصغر شغلة يطلع يحتج، وهذه واحدة من البذور اللي زرعتها تشرين بالمجتمع العراقي. طبعا أولا المطالب تشرين بعدها ما تحققت. واحد من أهم المطالب اللي طلعت عليه تشرين هو محاسبة قتلة المتظاهرين اللي بدت ورا ما طلعت عليه تشرين تقريبا بأسابيع قليلة صار عندنا قتل. والمطلب الأول اللي هو محاسبة قتل المتظاهرين. ثانيا النظام قانون الانتخابات لحد الآن ما صدر عليه، تحديد موعد نهائي الانتخابات ما صار، تفعيل قانون الأحزاب ما صار، راح نستمر بمسيراتنا الاحتجاجية حتى تكون وسيلة ضغط على الحكومة الحالية لتنفيذ باقي المطالب. طبعا دماء الشهداء، الحكومة الحالية والحكومة السابقة طبعا هي مشتركة 100% بقتل المتظاهرين. فيعني شلون مثل معجزة انه احنا نطالب هسه بدماء المتظاهرين، لان ماكو واحد يحاسب نفسه، لان الحكومة الحالية. بس احنا حاطين شرط اساسي حتى تبقى ثورة تشرين ثورة احتجاجية. طبعا احنا كنا مع عوائل الشهداء، الشهيد هو اخوي وصاحبي وصديقي وجيراني. الشهيد هذا
لازم كل أطياف الشعب العراقي طالب حقه، مو بس فقط عائلته، فإحنا وياهم قلبا وقالبا إن شاء الله يتحقق العدالة. طبعا الثورة مستمرة، كلمة عودة الثورة إذا كانت الثورة متوقفة، لكن هي الثورة مستمرة. أولا القصاص العادل من قتلة المتظاهرين اللي هو أعتبره مطلب صعب جدا لأن هي الحكومة مشتركة بهذا الشيء. ثانيا تنفيذ باقي مطالب المتظاهرين. ثالثا توفير هاي جدا مهمة، توفير الحماية للانتخابات القادمة. الناخب العراقي المفروض لما يروح للانتخابات القادمة لازم أول شيء ماكو سلاح منفلت بالشارع، ثانيا تأمين الصندوق.